اهلا اهلا يا لبيب. اهلا يا محمد. هيا بنا. الو الو، مرحبا، من معنا؟ اوه انت بتنتبه يا لبيب، هذا وقت الاصدقاء. اهلا اهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 17 ديسمبر 2021، هو اليوم الرابع لنا معاكم مباشرة على الهواء في حلقاتنا الخاصة باليوم الوطني. بكرة 18 ديسمبر 2021، هذا التاريخ العزيز على قلوبنا، اليوم الوطني لبلدنا الحبيب قطر. أتمنى لكم ولكل أهل قطر مواطنين ومقيمين كل عام وانتم بخير، وانتم بخير أيضا يا لبيب. دائما يختفي. لحظة يا محمد. لحظة. كل عام وانت بخير يا لبيب. وانت بخير يا محمد، وطبعا الاصدقاء بخير ان شاء الله. وكما قال لكم محمد، غدا هو غدا الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر. غدا هو اليوم 18 من ديسمبر 2021. طبعا هناك الكثير من الاحتفالات والفعاليات بهذه المناسبة، وطبعا انا اتمنى لكم ان تمضوا وقتا جميلا ان شاء الله غدا. ولكن انتبهوا اصدقائي، لان السيدة الفيروس كورونا ما زال متواجدة بيننا، لذلك عليكم بالوقاية من هذا الأمر. وإذا كنتم بأماكن مكتظة فضعوا الكمامة، ضروري جدا علينا أن ننتبه، فكما يقال الوقاية خير من قنطار علاج، أليس كذلك يا محمد؟ صحيح يا ملاحظة مهمة. وحتى لا نطيل الكلام، الآن سنبدأ مباشرة بتلقي اتصالاتكم على الرقم 54181، بانتظاركم قسام شراء بقيمة 500 ريال قطري من تطبيق دبدوب. جميل جدا. وطبعا يا محمد، نذكر الأصدقاء بأنه ما زال بإمكانهم أن يرسلوا لنا التهنئة على رقم الواتساب 5001-2222 حتى نعرضها هنا في برنامج الأصدقاء. وفي نهاية الحلقة طبعا سيكون هناك سحب قرعة، والفائز سيفوز معنا ب 500 ريال نقدية من قناة الريان الفضائية. والآن وبما أن اليوم هو يوم الأصدقاء فقط، إيش رأيك يا لبيب نقول أهلاً 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 أهلاً. أوه. ألو 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 ألو، أهلاً وسهلاً. أسماء أسماء، أهلاً بك يا أسماء. أهلاً، كيف الحال يا أسماء؟ بخير. أسماء، غدا هو اليوم الوطني لدولة قطر، أين تريدين أن تذهبي؟ قطر. إلى قطر. هل هناك فعاليات محددة تحبين أن تشاهديها في قطر؟ نعم. ما هي؟ الفعاليات النارية. الألعاب النارية غدا، صحيح يا محمد. أكيد يا لبيب. جميلة جدا. طيب أسماء، سننتقل مباشرة إلى محمد لكي نستفيد من الوقت. هيا يا محمد. أخبارك يا أسماء؟ الحمد لله تمام. طيبة؟ إيه. جاهزة اليوم تفوزين معانا؟ جاهزة. أنت اليوم المتصلة الأولى، لازم تفوزين، أوكي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. جاهزة حق السؤال؟ جاهزة. السؤال الأول يقول: في أي مدينة تأسست ثاني مدرسة في قطر؟ الدوحة، الوكرة، الخور. هيا. في أي مدينة تأسست ثاني مدرسة في قطر؟ الخور، الخور، الوكرة، الخور. ما زال لديك الوقت. الدوحة. فكري فكري. الخور، الخور. هل هي إجابة نهائية؟ نعم. متأكدة يا أسماء؟ اي. إجابة نهائية، ما راح أعيد. انتهى الوقت يا محمد، خلاص لا تستطيع أن تغير الإجابة. فالإجابة الإجابة صحيحة. صحيحة. ألف مبروك لك يا أسماء. وأيضا هذه أسماء، هذه صديقة ستفوز معنا إن شاء الله بقسيمة شرائية بقيمة 500 ريال قطرية مقدمة من تطبيق دابدوب. أما الآن يا محمد، الإجابة أولا طبعا صحيح، الإجابة للخور. افتتح أول مبنى مدرسي في البلد باسم مدرسة قطر الابتدائية، لتكون أول مدرسة تقوم على أساس قواعد تعليم منهجي حديث، تضم 4 صفوف ابتدائية يدرس فيها 190 تلميذ. وافتتحت لجنة المعارف
ثاني مدرسة في البلاد بمدينة الخور وهي الإجابة الصحيحة. ثانية مدن قطر وبافتتاح المدرسة الثانية أصبحت مدرسة قطر الابتدائية تسمى مدرسة الدوحة الحديثة. حديثة صحيح يا محمد. الآن ننتقل إلى تهنئة الأصدقاء. يلا يا لبيب. إذن لنشاهد تهنئة. شكرا يا صديقنا عمر على الفيديو الجميل جدا. فيديو الصراحة جميل جدا، وإن شاء الله تفوز معانا ب 500 ريال، ولكن تابعنا لنهاية الحلقة. ها يا لبيب ايش فيك؟ أريد أن أضع اسم عمر هنا في القرعة. شكرا لك يا عمر، وكل عام وأنت بألف خير وكل الأصدقاء بألف خير. صحيح. الآن سنتابع الاتصالات. اتصالات دائما. ألو. اتصالات. ألو. حمزة. اهلا 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 بك يا حمزه، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. كل عام وانت بالف خير يا حمزه. وانت حمزه قل لي الى اين ستذهب غدا؟ لوسيل. الى لوسيل. ما هي الفعاليه التي تحب ان تشاهدها في لوسيل؟ الألعاب النارية. يعني يا محمد غدا الألعاب النارية ستكون أجمل احتفال إن شاء الله. أكيد أكيد في جميع أنحاء الدوحة. أكيد. حمزة. نعم. ما رأيك أن ننتقل الآن مباشرة إلى محمد لنرى ما هو السؤال؟ أحسن. هيا. أخبارك يا حمزة؟ الحمد لله. طيب 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 ولا مو طيب؟ أكيد طيب. طيب أكيد طيب. حمزة. نعم. أنت تقول بتروح بكرة لوسيل عشان تشوف الألعاب النارية صح؟ طيب. أنا أتوقع الكل راح يشوف الألعاب النارية، بس أنت أكيد متحمس صح حق اليوم الوطني؟ جدا جدا جدا. إن شاء الله الحين لازم تفوز معانا. هو مو سؤال، هو لغز، ولكن أيوة لغز من طفولة لبيب. ايوه، فانا اقترح ان لبيب يكون يعني يقرا السؤال. يا محمد هذا اللغز كان بالنسبه لي شيء غير عادي عندما كنت طفلا. حمزه. نعم. انه لغز بسيط جدا وعليك ان تفكر به. هل انت جاهز؟ نعم. طيب حمزه، اللغز يقول: كيف يمكن ان نضع فيلا في ثلاجه على ثلاث دفعات؟ كيف ثلاث دفعات؟ ما هي هذه الخطوات؟ يعني يا حمزة شلون تحط فيل داخل الثلاجة؟ الثلاجة. ماذا؟ تفتح الثلاجة، نضع الفيل. نعم. نفتح الثلاجة. أوكي. نضع الفيل ثم نغلق الثلاجة. إجابة صحيحة؟ نعم الإجابة صحيحة. لحظة لحظة لحظة. ألف مبروك يا لحظة. حمزة حمزة حمزة. نعم. ما زلت معنا؟ نعم. قبل أن تفوز بالجائزة عليك أن تجيبني على هذا السؤال. طيب كيف يمكن أن نضع زرافة في الثلاجة على أربع خطوات؟ ما هي هذه الأربع خطوات؟ أنا أعرف خلاص. نفتح الباب. أوكي نفتح الباب. خطوة ثانية. نخرج الفيل. نخرج الفيل صح. نضع زرافة. ندخل الزرافة ثلاثة. والخطوة الرابعة. ثم نغلق.
نغلق الباب. الله عليك يستاهل الصلاة. رأيت يا محمد أحب هذه الأغاد، هذه الأغاد تذكرني بطفولتي. وطبعا حمزة شكرا لك على هذه الإجابة، طبعا الإجابة كانت ذكية أليس كذلك يا محمد؟ أكيد يا لبيب. واللغز كان جميل جدا، دائما الألغاز جميلة جدا منك يا لبيب. ولكن هذا جميل جدا، أن نضع الفيل في الثلاجة ثم نخرج الثلاجة ثم نضع الزرافة ثم نخرج الزرافة يا لبيب يا لبيب. هذا يا محمد شو رأيك نشوف تهنئة الأصدقاء؟ أكيد يلا أصدقائي تهنئة هيا. يا فاطمة وكل عام وأنت بألف خير. طبعا هذا الفيديو جميل جدا وسنضع اسمك هنا في الكرة. والآن سنقول ألو ألو ألو. أهلا وسهلا. ألو من معانا؟ محمد. يا أهلا وسهلا بك. أهلا أهلا أهلا، كيف الحال يا محمد؟ الحمد لله بخير. محمد كل عام وأنت بألف خير. أخبرني ماذا ستفعل غدا؟ اليوم الوطني. اليوم الوطني، ماذا ستفعل في هذا اليوم؟ إلى أين ستذهب؟ إلى الصحراء. إلى الصحراء؟ إلى الصحراء. لا أسمعك بشكل وين جيد. وين بتروح يا محمد؟ سوق واقف. اوكي جميل جدا، جميل جدا، واقف جميل جدا غدا. في فعاليات بكره. طيب الان لا نريد ان نطيل الكلام، سنذهب مباشره الى محمد. هيا يا محمد. يلا يلا يا محمد. محمد ممكن بس ليصر على صوت التلفزيون وتسمعني من الجوال؟ اعطيك العافيه مشكور. حاضر. ها بس عشان تقدر تسمعني عدل لانه يصير صدى. يلا طيب نبدأ. يا محمد ما رأيك أن تسأل السؤال الآن؟ يلا السؤال يقول بماذا تحتفل قطر كل أول يوم ثلاثاء من شهر فبراير؟ سهلة سهلة يا محمد. سهلة. يلا لديك 30 ثانية. بماذا اليوم الرياضي. هل أنت متأكد من هذا يا محمد؟ من الموضوع؟ نعم أكيد. نعم. طيب ما هي الرياضة التي تحبها؟ شنو الرياضة اللي تحبها؟ محمد. الو محمد. الو 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 الو. لحظة لنرى هنا. الو محمد انتهى الوقت. هناك مشكلة في ولكن هو قال يوم الرياضي. الإجابة صحيحة. والإجابة صحيحة فيستاهل صديقنا محمد كوبون بقيمة 500 ريال من تطبيق دبدب. طبعا الإجابة يا لبيب قد أقيم أول يوم رياضي في دولة قطر عام 2012، حيث تم تخصيص هذا اليوم لممارسة الأنشطة الرياضية من قبل مواطني ومقيمي دولة قطر. والهدف الأساسي لليوم الرياضي هو الترويج للرياضة وتثقيف المجتمع المحلي حول الطرق التي تؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية يا لبيب المرتبطة بأسلوب حياة قليل الحركة
مثل أمراض القلب والشرايين والسكري يا لبيب. صحيح يا محمد، رأيك كما يقال العقل السليم في جسم التليم، وكذلك الرياضة هي شيء مهم جدا بالنسبة لأجسادنا، لذا دائما مارس الرياضة أصدقائي. والآن يا لبيب شرايك نشوف تهنيات الأصدقاء؟ تهنئة أيضا. تهنئة أكيد. شكرا للصديق حسن. طبعا يا محمد في هذه الفيديوهات نحن نكتشف مواهب الأصدقاء. أكيد يعني شكرا لك يا حسن على هذه المعزوفة الجميلة جدا، وهذا الاسم سيدخل في القرعة. شكرا يا صديقنا حسن، وكل عام وانت بخير، وكل عام جميع أصدقائنا بخير يا رب. والحين يا لبيب أصدقائنا لا تروحون بعيد، احنا راجعين. ورجعنا لكم أصدقائنا، وسنتابع اتصالاتكم على الرقم 5481. ونذكركم بأن الجوائز هي قسام شرائية بقيمة 500 ريال قطري مقدمة من تطبيق دبدوب. نعم يا محمد. نعم يا لبيب. نعم يا لبيب. يا لبيب يا محمد، شرايك نبدأ بالاتصالات يا أصدقاء؟ هل أنت ونقول أهلا أهلا أهلا, أهلاً. الو جوالي رن الجوال. الو الو اهلا وسهلا. الو اهلا بكم في نادي في اهلا. من معنا؟ كلب. من؟ كلب. كارن. هل اسم كارن ام ماذا؟ انا لا اسمع جيدا. سلسم. سلسم من عين خالد. سلسم بالميم ام بالنون؟ كلثم. 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 كلثم يعني مثل كلثوم. كلثم صح؟ صح. أهلا بك يا كلثم، كيف الحال؟ بخير. الاسم يعني بصراحة هذا الاسم لأول مرة أسمع به، وهو اسم جميل جدا. أكيد. لهذا لم أستطع أن ألفظه بشكل جيد. كلثم كيف الحال يا كلثم؟ بخير الحمد لله. كلثم قولي لي، غدا هو اليوم الوطني، إلى أين ستذهبين؟ إلى كتارة. إلى كتارة أيضا. لا تقولي لي بأنك تحبين الألعاب النارية. أحبها جدا. جميل جدا، يعني سوف تذهبين وتستمتعين بالألعاب النارية، ولكن انتبهي يا كلثم، انتبهي دائما عندما يكون المكان مكتظ نضع الكمامة، صح؟ جميل جدا. طيب الآن سننتقل مباشرة إلى محمد لنرى ما هو السؤال. هيا يا محمد، أخبارك يا كلثم؟ الحمد لله. طيبة؟ إيه. شو رأيك اليوم تفوزين معانا؟ إيه. جاهزة؟ أكيد. إيه. أكيد. أكيد. متأكدة؟ وإن شاء الله ستفوز. متأكدة؟ متأكدة. يا هلا، نقول السؤال، في أي قارة تقع دولة قطر؟ سؤال سهل. هيا هيا. آسيا. أكيد. هل أنت متأكدة؟ أكيد. متأكدة كلثم؟ إيه. إجابة أخيرة. أخيرة. يا لبيب إيش رأيك؟ أنا أقول بأن الإجابة إجابة صحيحة. صحيحة. ألف مبروك لك يا كلثم. طبعا قسيمة شرائية مقدمة من تطبيق دبدوب، وهي بقيمة 500 ريال قطرية. يعني يا كلثم يمكنك أن تستلمي هذه القسيمة وتشتري ما تريدين من تطبيق دبدوب. هناك الكثير من الألعاب التي يمكنك أن تستفيدي منها وتشترينها.
هاي هذه الهدية جميلة جدا صحيح يا محمد؟ أكيد يا لبيب، وجميع الأصدقاء يقدرون يفوزون معانا بهذه القسيمة عبر الاتصالات يا لبيب. الاتصال الثاني؟ ألو؟ الاتصال الثاني، ألو؟ ألو؟ ألو، أهلا وسهلا. ألو، أهلا بكم في برنامج الأصدقاء، من معنا؟ ألو، من معانا؟ رسمية. ماذا؟ رسمية. رسمية؟ وسمية. رسمية، صح؟ واو واو، رسمية. يعني اليوم لا أعرف يا محمد ماذا يجري مع الاتصالات، لا أستطيع أن أسمع بشكل جيد، أعتقد بأنه لدي مرض في أذني. هل أنا شكلك كبرت؟ هل أنا أفقد سماعي؟ لا لا إن شاء الله ما تفقد سماعك. أعتقد بأنني سأزور طبيب الأذن والأنف والحنجرة، ولكن ما دخل الأنف والحنجرة بالأذن؟ لازم بس الأذن. فقط الأذن؟ فقط الأذن. حسن، فقط الأذن. واسمية، محمد سيتحدث معك الآن. أنا حزين. واسمية، أخبارك يا واسمية؟ واسمية لازم تساعد لبيب، حالته صعبة. إن شاء الله لازم نساعد أنا وأنتي، خلينا نجاوب ونفوز، إيش رأيك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا السؤال يقول: ما هو عدد بلديات دولة قطر؟ السؤال سهل أعطيك. شو؟ رجع سمعة. ما؟ أكيد. ما هو عدد بلديات دولة قطر؟ ثمانية. أكيد. إيه؟ ماذا فعلت بأصابعك يا محمد؟ أنا لا يعني رأيت الأصابع على الشاشة. أصابعي يعني أنا لا، ولكنها قالت ثمانية قبل أن تضع أصابعك على الشاشة. صحيح، والإجابة صحيحة. ألف ألف مبروك يا صديقتنا. ما هي هذه البلديات يا محمد؟ طبعا البلديات هي الشمال والخور والشحانية والضعاين وأم الصال والدوحة والريان والوكرة. ثمان بلديات. رأيته يا خوي، لا نفعل هكذا يا محمد. خلاص اوكي اصدقائنا، تهنئة مرة ثانية. بلدي الغالي ما أحلاها، قطر المجد أنا أهواها، طول العمر أنا أحميه، بدم الحر أنا أهديه، فيه الأهل وفيه الصحب، فيه الخير وفيه الحب، بلد العز والإكرام، بلد العرب والإسلام، عاش قطر بلد الغالي حب للأجيال، لدم الحر للأجيال. Happy Qatar National Day. شكرا للصديقات ميرال وسديل، وطبعا الاسم سوف يدخل معنا في القرعة. شكرا لهذه الفيديوهات الجميلة. ميرال صوتك جميل جدا، وأيضا أنت يا سديل كل عام وأنتم بألف خير. صبع اسم ميرال وهذا اسم سديل. شكرا أصدقائنا على هذه التهنيات الجميلة الصراحة جدا، وعلى بانتظار أيضا التهنيات غدا اليوم الوطني لدولة قطر. يا لبيب، نعم، الاتصالات دائما ينساها. صحيح، دايماً قلت لك بأن الهاتف خلاص صامد. ألو. ألو، أهلا وسهلا. ألو، من معنا؟ من معانا، أهلا وسهلا. فاطمة، أهلا بك يا فاطمة. كيف الحال؟ بخير. فاطمة، السؤال الذي نسأله على الجميع اليوم: إلى أين ستذهبين غدا وماذا ستفعلين؟ يرغب إلى الكورنيش. الله. لماذا الكورنيش؟ لماذا اخترتي الكورنيش؟ لأن لديها مسير يوم وطني. نعم، فعاليات اليوم الوطني. المسير غدا. المسير، صح، المسير. نعم، وماذا أيضا؟ وبعد كتارة. وكتارة، يعني الكورنيش. إلى كتارة أيضا، ومن من الكورنيش إلى كتارة، ومن كتارة إلى الكورنيش، ولكن في كتارة الألعاب النارية هناك جميلة جدا. أكيد يا لبيب. طيب إذا سننتقل مباشرة إلى محمد. السؤال يا محمد. يلا، جاهزة؟ جاهزة. السؤال يقول:
في أي عام تم بناء قلعة الزبارة؟ 1994 1850 1938 لا لحظة عليك أن تفكري. في أي عام تم بناء قلعة الزبارة؟ 1994 1850 1938 1938 أصدقائنا لا تروحون بعيد، إحنا راجعين. رجعنا لكم أصدقائي مرة ثانية، والحين صار الوقت إن أنا ولبيب نشوف تهنئة الأصدقاء. صحيح، هيا بنا تهنئة. سميلة سميلة من وين هتب أن يتتن سميلة متتتن ساتتن لا تتن هتاتا سميلة. حفظ الله تميما حفظ الله قطب. خلق الله الأرض وشق فمها والنظر وأدارها على نفسها وأدار حولها القمر، حتى إذا أراد لها قلبا رمى في صدرها قطر. شكرا للأصدقاء الذين أرسلوا لنا هذه التحيات وهذه التهنئات. تميم، ما هذه القصيدة الجميلة يا تميم، أحبك كثيرا. هذه هذا اسم تميم، سأضع اسم تميم هنا. من أيضا؟ رغد. شكرا يا تميم وشكرا أيضا يا رغد، كل عام وانت بخير، كل عام جميع أصدقائنا. وأيضا سلمى. شكرا يا شكرا لكم جميعا، شكرا يا سلمى وشكرا يا رغد وشكرا يا تميم على هذه التهنئات الجميلة. والآن نتابع الاتصالات. ألو 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 ألو، أهلا وسهلا، من معانا؟ ألو أهلا أهلا، من معانا؟ من من معانا؟ فهد. فهد نعم، اخبارك يا فهد؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير. أنت بخير فهد، بكرة وين بتروح؟ بكرة كتارة. كتارة؟ إيه. ليش بتروح كتارة؟ عشان اليوم الوطني. عشان اليوم الوطني، إيه أدري. أقصد شنو الفعاليات موجودة في كتارة؟ يعني ألعاب نارية أو عرضة أو شو؟ ألعاب نارية. أوه الألعاب النارية يا لبيب، دائما الأصدقاء يحبون يشوفون الألعاب طبعاً النارية. طبعاً يا محمد، وخاصة بهذه المناسبة الألعاب النارية جميلة جداً، خاصة لبيب. في منطقة قطر وعلى طول الكورنيش أيضاً وفي كل أنحاء قطر. أي أي أي، الآن السؤال مباشرة. يلا يا فهد، جاهز تفوز معنا؟ إيه. يلا، السؤال يقول في أي مدينة تقع عين الحليتان؟ مدينة الشمال، مدينة الخور. الحليتان مدينة الشمال، مدينة الخور، مدينة الخور والوكرة. هيا يلا. الشمال. الشمال. الخور أو الوكرة؟ الوكرة. يلا يا فهد، أنا أتوقع أنك بتجيب هالمرة. مدينة الشمال ولا الوكرة ولا الخور؟ الخور. أكيد هل أنت أكيد؟ متأكد يا فهد؟ نثبت الإجابة. نثبت الإجابة. ثبت. والإجابة صحيحة. ألف ألف مبروك يا صديقي. ألف مبروك. ممكن أن تشرح لنا هذه أكيد العين؟ تقع العين ذات الشكل الأسطواني على الساحل الغربي للخور، وهي مبينة من الحصى والطين والجص، وتنتقل أوكي وتنقل إلينا الحكايات المحلية أنه منذ قرابة 150 عام عثرت مجموعة من القناصين على هذه العين مصادفة عندما كانوا يحاولون الإمساك بأرنب بري. كما تروي بعض المصادر الشفهية القديمة عن قدرة مياه هذه العين الاستثنائية على علاج العديد من الأمراض، ما دعا سكان المحليين إلى إطلاق اسم الطبيب
عليها. ما رأيك بهذا الخبر؟ أكيد والله الصراحة جميل جدا، ومعلومة أنا الصراحة توني أعرفها، فهي معلومة تضاف إلى أصدقائنا. شكرا شكرا لك يا محمد. والآن يا لبيب صار تهنئة الأصدقاء. التهنئة عليك. التهنئة يا لبيب. التهنئة التهنئة صحيح التهنئة. دام عزة شجرة أنا نور صالح، كل عام وكتب بخير يا جبر تميم للعلي سما. بمناسبة يوم الوطني كل عام وانتم بخير يا أهل قطر. الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر. وردة ونسماتك عطر، وردة ونسماتك عطر، الله يا عمري قطر. طبعا سنقول شكرا للأصدقاء نوف. شكرا لك. وهيا وعبد الرحمن وتركي. هذا عبد الرحمن. عبد الرحمن شكرا يا عبد الرحمن، وشكرا لجميع الأصدقاء والله. تركي جميلة. تركي وأيضا أسماء. وأسماء هو آخر الأسماء التي ستدخل معنا اليوم في هذه الكرة، وطبعا سنتابع عرض التهنئات غدا إن شاء الله. آخر تهنئات سنستقبلها اليوم إن شاء الله على الرقم 5001222. أرسلوها اليوم حتى نعرضها غدا إن شاء الله. طبعا الجائزة هي 500 ريال قطرية نقدية مقدمة من قناة الريان الفضائية. والآن سأدعو محمد القرعة. أفضل الصراحة، أفضل ما في الحلقة يا لبيب. طبعا طبعا بسم الله. الفائز معانا في هذه الحلقة هيا بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف التهنئة اللي راح تفوز معانا. 1 2 هيا وثلاثة. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. الاسم اللي فاز معانا من؟ من؟ ميرال. ألف مبروك لك يا ميرال. شكرا لك على هذا الفيديو الجميل، وطبعا شكرا لكل الأصدقاء الذين أرسلوا لنا الفيديوهات. وطبعا سنتابع نشر الفيديوهات غدا إن شاء الله. كل الفيديوهات سننشرها إن شاء الله في حلقة الغد من برنامج الأصدقاء. أكيد. طبعا رقم الواتساب هو 5001222. أمل أن يا محمد. أولا أنا أشكر جميع الأصدقاء، ولازم تكونون معانا في حلقة غدا، حلقة اليوم الوطني. آخر حلقة، حلقة احتفالية. أكيد حلقة احتفالية. حلقة احتفالية يعني الكثير من الاتصالات، سنتلقى كل الاتصالات، وإن شاء الله غدا سنتخطى 10 اتصالات. لن نتكلم كثيرا أكيد، ولكن ستعرفون الكثير من المعلومات عن دولة قطر طبعا من خلال الاتصالات والمشاركة والفوز إن شاء الله بقسيمة شرائية بقيمة 500 ريال قطرية مقدمة من تطبيق دبدوب. تطبيق دبدوب. وكذلك فيديوهات يا لبيب. ماذا؟ مع السلامة. إلى اللقاء. إلى اللقاء أصدقائنا. انتهى الوقت. انتهى الوقت يا لبيب. مع السلامة يا لبيب. مع السلامة يا محمد. ألو ألو مرحبا من معنا. انت كان هذا وقت الأصدقاء. مع السلامة.